معي عبر الهاتف من بيروت دكتور دومت كامل، رئيس حزب البيئة العالمي والمرجع البيئي العالمي. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور دومت. إذا نتحدث عن بريطانيا بالتحديد بتلوث الهواء، أين هي على السلم إذا ما فندنا قليلا دكتور دومت؟ أولا التلوث كل ما زادت بأي دولة بالعالم، كل ما زادت نسبة السيارات، كل ما زادت نسبة المعامل، كل ما صار عندنا تلوث هوائي خطير جدا. اللي عم بينحكى اليوم التلوث الخطير جدا هو من جراء وجود ال NOx بكل انواعه، يعني عدد من الغازات هالموجود. هذا شيء خطير جدا، بياثر على التلوث الهواء، بياثر على صحه الناس، وبياثر بشكل كثير كبير. يعني بيسبب اول شيء موجود بيطلع بكميات عاليه جدا، له حدود معينه بال بي بي ام بالجو. وهلا الكميات زادت بكثير عن المعدل المسموح فيه، بين 10 و 17 ضعف، وفي دول وصلت لل 25 ضعف عن المعدل المسموح، وهذا الشيء خطير كثير كبير. هالموضوع هيدا تاثيره على الانسان بياثر بشكل كثير خطير. يعني اذا تنشا الانسان بيوصل، اذا كان في تركيز عالي بيوصل للوفاه. والNDO البروتوكسيد دازوت هو كمان كميات موجودة، يعني بتعطي نوع من التخدير، ويستعمل هذا إذا كان في بكميات عالية. نعم. إذا ضغط بيستعمل بالمستشفيات كعلاج بنج. بقى هون الشيء اللي بدي أقوله، بسبب حدوث كتير بطبقة الأوزون إذا كان في كميات عالية طلعت، صار بكميات عالية بالجو. وأيضا بسبب الاستنشاء منه حدوث ضرر بالرئتين وبال. طيب دكتور دومت، بالدول المتقدمة على الأقل، يعني الكل يتوقع بأنه هي متطورة أكثر بهذا الموضوع، مهتمة أكثر بهذا الموضوع، ولديها موارد أكثر، ما الذي يحول دون تحقيق تقدم ملحوظ فعلا يعني على صعيد التلوث وعلى صعيد الوصول للطاقة النظيفة والتخلص من كل هذا التلوث؟ أولا بدي أقول لك شغلة، أنه نحن بالعالم كله عم نعيش أزمة كتير خطيرة بعد العام 2000 بسبب ازدياد خطير واستهلاك خطير جدا للوقود الأحفوري بما فيها البنزين والمازوت. وهالمواضيع هذه، هالكميات ضخمة عم تنتج كميات ضخمة من الأكاسيد بالجو، يلي عم بتأثر سلبا بشكل كتير كبير. نعم. لحد اليوم ما في استراتيجية. كل المؤتمرات الجمعة الماضية، أنا قدمت أطروحة كتير ضخمة. الأول شيء، كل المؤتمرات اللي انعملت إذا بدنا نشوف نتيجها بين سنة 1992 لليوم، من لي فشل مريع ومخيف. لأن المؤتمرات كانت مؤتمرات فولكلورية، ما وصلت ولا لأي شيء نهائيا ولا لأي عمل. ما هو هذا سؤال، لا يمكن دكتور دومت، لأنه وفق يعني هذا التزام البيئي، مش بس يعني توفير أموال وصحيح من دول، لأنه هي كمان تخسر قليلا إذا ما توجهت توجها كاملا لعالم نظيف وبيئة نظيفة وطاقة نظيفة، صحيح؟ بكل تأكيد. اليوم العالم كله ابن بيئته، كل الإنسان ابن البيئة اللي عايش فيها. البيئة عم تتدهور بشكل عالمي كتير خطير من جراء المصانع، وبدون ما حدا حط خطط مواجهة. في خطط مواجهة بدها تلتزم فيها دول العالم، منها موجودة. في خطط كتير مهمة بتحط حدود كتير كبير. بصير في عنا خلال، إذا اليوم بلشنا بخطة عمل علمية من قبل علماء بيئة يحطوها. بدي أقول لك شغلة، بدي أركز على شغلة كتير مهمة. علماء البيئة ينظرون غير نظرة علماء السياسة. اليوم السياسي العالم، الرجل السياسي قد ما يكون، إذا ما كان في عالم بيئة وحد بيئة حده يدله على الطريق المضبوطة، ما ممكن يوصل. يعني الفشل المريع نحن من خلال وزراء البيئة بالعالم كله إلا ب10% فقط. في عنا وزراء بيئة بالعالم بيجوا وزراء سياسيين، هالوزير السياسي مش قادر ولا بشكل من الأشكال يحط خطة استراتيجية، ولا بشكل ولا مستحيل، مما يؤدي إلى أضرار خطيرة جدا على البلد وعلى الدول وعلى دول العالم ككل. بغياب استراتيجية ملزمة موحدة من قبل الأمم المتحدة وبإشراف ما معين. ما في، يا عم أقول لك شغلة، أي دولة قد ما بدها بتاخذ بترول وقد ما بدها تستهلك كمية بترول وشو ما بدها بتعمل، وما حدا عم بيشوف الموضوع. ما هو موضوع التزام. أنا أشكرك جزيلا، أعذرني انتهى وقتنا. دكتور دومت كامل، رئيس حزب البيئة العالمي والمرجع البيئي العالمي، شكرا دائما على وجودك معنا من بيروت.